في إطار تعزيز العلاقات ما بين مصر وأوروبا، الهيئة العامة للاستعلامات بتنشر شهريا دورية اسمها أوراق أوروبية. الدورية دي بترصد وتحلل البيانات الإعلامية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي زي البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد، المفوضية الأوروبية. الهيئة العامة للاستعلامات كمان قالت إن العلاقات المصرية الأوروبية عندها تاريخ طويل وشهدت تطور كبير في الفترة الأخيرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون أستاذ أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور محمد، وصباح الخير دكتورة منى. أهلا وسهلا. يعني في البداية كلمنا عن أهمية هذا الإصدار، الدورية الخاصة بأوراق أوروبية عن الهيئة العامة للاستعلامات. أهمية تبقى عندنا دورية بتبقى معنية بشكل مباشر بتحليل البيانات والأبحاث وكمان التقارير اللي بتصدر من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. طبعا في البداية هذه الدورية هي جزء من نشاط الهيئة العامة للاستعلامات التي تغطي كافة المناطق. هناك دوريات بحثية تخص أفريقيا، آفاق أفريقية، هناك أيضا دوريات تخص الدائرة العربية، آفاق عربية، وغيرها من الدوائر التي تعكس حقيقة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات مع كافة دوائر السياسة الخارجية المصرية. وبالتالي يأتي هنا إصدار أوراق أوروبية لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية المصرية. نتذكر في مارس الماضي تم ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية، والتي تعكس حقيقة قوة ومتانة العلاقات والطفرة الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الماضية، خاصة في عهد الرئيس السيسي. وأصبح أوروبا حقيقة، ونعرف أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر. صحيح. حجم التجارة بين الجانبين يتجاوز ما يقارب 33 مليار دولار. هناك استثمارات أوروبية ضخمة في مصر حقيقة، وهناك أيضا علاقات مصرية متميزة مع الدول الأوروبية كفرادة، علاقات ثنائية سواء فرنسا، ألمانيا وغيرها من الدول، والتي تعكس أيضا تنويع مصر أيضا لداخل الاتحاد الأوروبي. يعني هناك الآن علاقات قوية مع دول وسط أوروبا ودول شرق أوروبا، مجموعة الفيشغراد. هناك أيضا العلاقات المصرية اليونانية القبرصية، وبالتالي أوروبا تمثل أهمية كبيرة حقيقة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاستراتيجية، من ناحية الاستثمارات وتعظيم الفرص المتبادلة، خاصة طبعا في مجال الطاقة وأيضا مجال الطاقة المتجددة. صحيح. التي تمثل مصر مركزا مهما فيها، ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الجانب المصري. ايضا هناك تحديات وقضايا مشتركه مثل قضيه الهجره غير القانونيه او غير النظاميه، والتي يقدر الاتحاد الاوروبي كثيرا الدور المصري في مواجهه هذه الظاهره التي بتعكس تحديا، وايضا تمثل ايضا يعني مهام مشتركه فيما يتعلق بالمقاربه المصريه والتعامل مع الهجره من المنبع من خلال. طب دكتور لو سمحت، عايزه اعرف تعزيزا لكلام حضرتك وتاكيدا لكلام حضرتك، احنا بنتكلم عن علاقات تعاون كبيره بين مصر والاتحاد الاوروبي، ايه اللي نقدر نعمله لمزيد من التعزيز ومزيد من تنميه هذه العلاقات في المجالات المختلفه؟ بالطبع هناك مجالات كثيرة للتعاون، مجالات كثيرة في مجال، على سبيل المثال في مجال الاستثمار وفي مجال الاقتصادي. مصر طبعا تمثل أيضا يعني نقطة مهمة للاتحاد الأوروبي للاستثمارات، خاصة أن اقتصاد مصر اقتصاد واعد بشهادة المنظمات الدولية. هناك الآن الاقتصاد يحقق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. تظل مصر هي دائما بيئة الاستقرار، هي البيئة الجاذبة والواعدة للاستثمارات خاصة الأوروبية، خاصة في مجال المشروعات القومية الكبرى في محور التنمية في قناة السويس، في العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات. هناك أيضا مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، وهي أيضا مجالات واعدة، ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على مصر أيضا في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، كلها تمثل مجالات مهمة حقيقة. وبالتالي اقتصاديا هناك مجالات كثيرة، مصر أيضا تعول أيضا على تعزيز علاقاتها مع الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في ظل دبلوماسية التنمية التي يتبعها الرئيس سيسي، وهي توظيف علاقات مصر الجيدة والقوية مع كافة دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية في الداخل، جذب الاستثمارات الخارجية، فتح آفاق أمام السلع والمنتجات المصرية. وبالتالي هي تمثل مهم
ايضا من الناحيه الجيوسياسيه والاستراتيجيه اوروبا تمثل جوار مباشر، وهناك مصلحه مصريه اوروبيه في تعزيز الامن والاستقرار في الشرق الاوسط، خاصه في حل القضيه الفلسطينيه وقف العدوان الاسرائيلي وغيرها من الامور التي تمثل اهميه مركزيه بين الجانبين. طيب دكتور احمد، زي ما حضرتك وضحت لنا يعني الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول، علاقات سياسيه متميزه ما بين دول الاتحاد الاوروبي والدوله المصريه. صدور اوراق اوروبيه بيعني ايه لمجتمع الباحثين في مصر؟ يعني باحثين العلوم السياسيه المهتم بالشان السياسي، حتى الصحفيين والاعلاميين لما يكون في دوريه بتاع يعني معنيه بتحليل التقارير اللي بتصدر عن مجلس الاتحاد الاوروبي او المفوضيه الاوروبيه او غيره، اتاحه المعلومات وتحليل البيانات، ده بيمثل ايه لمجتمع الصحفيين والباحثين في مصر؟ هو بالطبع يمثل أهمية كبيرة حقيقة، ليس فقط مجتمع الصحفيين والباحثين، لو طبعا هو يمثل إضافة معلوماتية، يقوم بتحليل البيانات والتقارير الصادرة على الاتحاد الأوروبي ومؤسساته سواء البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، ويقدم أيضا دراسات حول طبيعة القضية في الاتحاد الأوروبي، القضية المشتركة خاصة فيما يتعلق بفرص التعاون الاقتصادي، فيما يتعلق أيضا بالتحديات، قضايا مثلا الهجرة غير النظامية، قضايا أيضا متعلقة بتوجهات السياسيه في الاتحاد الاوروبي مثل صعود مثلا اليمين المتطرف وتاثيراتها على العلاقات وغيرها من القضايا الشائكه والمهمه التي تمثل اهميه كبيره. هو ايضا يقدم خدمه ايضا لمجتمع المستثمرين في المجال الاقتصادي من خلال البيانات والفرص المهمه في دول الاتحاد الاوروبي، فيها فرص الاستثمار، بالتالي هي تمثل يعني اضافه مهمه للمجتمع البحثي، تمثل اضافه مهمه ايضا في كيفيه فهم الاتحاد الاوروبي وتعزيز القيم المشتركه وتعزيز التعاون واتاحه المعلومات واتاحه يعني الخلفيات، لان احنا نتكلم عن الاتحاد الاوروبي نتكلم عن 27 دوله، وبالتالي ان تكون هناك دوريه متخصصه بتعكس خصوصيه كل دوله داخل الاتحاد الاوروبي، هذا مهم، يعني ليس كتله واحده نتعامل معه الاتحاد الاوروبي، ولكن في تباينات طبعا واختلافات من السياسات الداخليه بالطبع. داخل اوروبا، وهنا تبرز أهمية هذه الدورية حقيقة بإتاحة المعلومات، الدراسات، التحليلات، التنبؤ، السيناريوهات المستقبلية، تقديم سبل اللي أيضا تخدم صانع القرار فيما يتعلق بالفرص الواعدة وتعزيز هذه الفرص، وهي تمثل بالطبع أهمية كبيرة وتعكس حقيقة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات. طيب دكتور، فكرة وجود فهم للسياسات الأوروبية ده ممكن يعظم الفائدة للتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، يعني كل دولة بتبقى لها سياستها الداخلية، إذا ما تكلمنا على الاتحاد الأوروبي ككيان متكامل، فهمنا لسياسته الخارجية ده يعزز من مزيد التعاون في الفترة القادمة؟ بالطبع هذا مهم طبعا، لان فهم السياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي يمثل اهميه كبيره في تعزيز العلاقات المتميزه بين الجانبين، يعني استراتيجيا وسياسيا هناك علاقات قويه حقيقه ومتميزه، وهناك مصالح مشتركه، وهذه العلاقات تقوم على فكره المصالح المشتركه والمنافع المتبادله، هي العلاقات الدوليه الان الاقتصاد هو يحكم السياسه، والذي يدفع الاتحاد الاوروبي الى يعني الانفتاح اكثر على مصر وبناء شراكات اقتصاديه واستراتيجيه هو ان مصر تمثل ايضا قوه اقتصاديه مهمه، تمثل بوابه للاستقرار في الشرق الاوسط، تمثل ايضا بوابه مهمه للاتحاد الاوروبي نحو افريقيا، وكل هذا بيعكس حقيقه هذا الدافع. هناك ايضا تحديات الهجره غير النظاميه، وهناك تحديات الخاصه بمواجهه الارهاب والفكر المتطرف، وهناك تحديات خاصه بمواجهه الصراعات، كلها تهم ايضا الاتحاد الاوروبي، وهناك اتفاق بين الامرين، وبالتالي مثل هذه الدوريه ان تقدم فهما للسياسات الاوروبيه، خاصه ان العالم الان يمر بمتغيرات كبيره، هناك الحرب الروسيه الاوكرانيه وتاثيراتها على الاتحاد الاوروبي، وتاثير ذلك ايضا على العلاقات بين الامرين، يعني العالم يعيش بموجه من التغيرات المهمه سواء في الشرق الاوسط او في اوروبا او حتى في اسيا، كلها تعكس اهميه كبيره لهذه الدراسات والتحليلات وسبل دعم تعزيز المصالح المصريه في الخارج. اكيد، كل الشكر ليك الدكتور احمد سيد احمد المتخصص في العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لحضرتك.